قرار المجلس العسكري بتعيين كمال الجنزوري رئيسا جديدا لمجلس الوزراء المصري أجج غضب عشرات الآلاف ممن احتشدوا في ميدان التحرير للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تخرج من ميدان التحرير لتعبر عن مطالب الثورة. المجلس العسكري ملوش الحق اللي هو يختار رئيس وزراء أو رئيس حكومة، احنا هنا اللي هنختار رئيس حكومة، واحنا هنا اللي هنديله صلاحيات بقوة الشعب وبقوة المواطنين اللي موجودين في ميدان التحرير. ما كان يصلح في عهد مبارك لا يصلح الآن بعد الثورة. ما يمكن إطلاقا ان احنا نقبل انه يفرض علينا احد يقوم بكتم سره. الامر الاساسي في هذا الموضوع ان احنا عاوزين رئيس وزراء يمثل هذا الميدان. الميدان كله بيقول لا، وانا بحترم رأي الأغلبية، يعني حتى لو انا بقول والأغلبية بيقولوا لا أنا بحترم رأي الأغلبية. المجلس العسكري قرر أيضا مضى التصويت في مراحل الانتخابات إلى يومين. في جمعة الفرصة الأخيرة حاول المجلس العسكري تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء، إلا أن حركات المعارضة هنا في ساحة التحرير ترفض هذا التعيين جملة وتفصيلا وتطالب برحيل حسين الطنطاوي. رياض معسعي، سيورو نيوز، ساحة التحرير، القاهرة.